مرحبا مواليد برج الجوزاء، كيف بده يكون الاسبوع من الثانية 17 لحد 23 ابريل؟ نحن بهذا الاسبوع رح ننتقل تحديدا يوم الخميس، رح ننتقل للجزء الثاني من شهر نيسان ابريل ورح تدخلوا بكل تبعات الجزء الثاني، ما رح احكي عنه، لازم تسمعوا برجكم الشهري لحتى تعرفوا عن شو عم بحكي انتم معنيين فيه مباشرة. بهذا الاسبوع في عنا حدثين فلكيين كثير مهمين، الاول هو بتاريخ 20 اللي هو يوم الخميس 4:15 صباحا توقيت عالمي، 7:15 صباحا توقيت بيروت الصيفي، في عنا كسوف للشمس، قمر جديد في برج الحمل. الحدث الثاني هو انتقال الشمس لبرج الثور، كمان يوم الخميس الساعة 8:15، بعد 4 ساعات تماما لكسوف الشمس تنتقل الشمس لبرج الثور، بتعمل كسوف، القمر بيعمل كسوف للشمس وبتنتقل الشمس والقمر بنفس النهار رح ينتقلوا لبرج الثور، اوكي؟ انتم معنيين فيه لانه رح تتغير عندكم كل الظروف. التأثيرات الفلكية لهذا الكسوف حكي عنها بفيديو قصير حطيت لكم اياه، لازم تتابعوه، هذا غير عن توقعات العالمية، هذه تأثيرات لهذا الأسبوع. فلكية على الكرة الأرضية. بنبلش مع يوم الاثنين، يوم الاثنين مواليد برج الجوزاء، هذا يوم متقلب ضاغط لكن لا بأس به، ما في مشاكل، ما في ضغوط غريبة عجيبة، الجو مكمل معكم بطريقة جيدة وأنتوا على شط الأمان، أنا بعتبر إنه الجو مناسب لمواليد برج الجوزاء، لكن انتبهوا لأنكم تحت الأضواء الضغوط كبيرة. ثلاثة والأربعة تحت تأثير القمر الجديد او كسوف الشمس ببرج الحمل، انتم مستقويين، يعني هذا الكسوف تأثيراته هي على الكرة الأرضية بشكل خاص، وأيضا على مواليد برج الحمل يلي عندهم هذا الكسوف هن الأكثر أشخاص بيتأثروا هذا الكسوف، فأنتوا فينا نقول نسبيا ما نكون معنيين بدرجة كبيرة، إلا إذا بدي أروح أنا للتفاصيل ولكم انتبهوا في بعض أشخاص المقربين منكم أو يعني اللي عم يدوروا بفلككم يمكن يخزلوكم فانتبهوا، أو يكون في عندهم قصص وحكايات معكم مش ظابطة. الخميس انتبهوا، الخميس 20، الجمعة 21، السبت 22، حتى الساعة 1:10 الظهر توقيت بيروت القمر موجود ببرج الثور، الشمس ببرج الثور أيضا، لكن خليني أروح للتأثير القمر ببرج الثور، الشمس من برج الثور حكي عنا ببرجكم الشهري. هالقمر الموجود ببرج الثور وبدنا نضيف عليه انه الشمس كمان موجودة ببرج الثور بتخلي هالفترة المذكورة قليلة الحظ، فاشلة فارغة من كل شيء، يعني انا مثلا لو هيدا صاير معي ببرجي شو بعمل؟ بقعد ما بعمل شيء بصراحة، بقعد بقرا، بتسلى، بشتغل على اشياء كتير بسيطة، حتى الشغل اللي بعمله بدي ارجع دقق فيه، انا صايرة معي يا ما بعمل شيء بطلع مخطئة، بيطلع في عندي خطأ وانتو بتلاحظوا هالشي، اوقات بقول شي او بكون ذاكرته بقول مثلا القمر اليوم موجود برج الحوت وبكمل، بيطلع انه القمر موجود بغير مطرح، في اخطاء بتصير ما بننتبه لها مع انه حتى لو عدنا مرة ومرتين بيطلع عنا اخطاء وكانه مش عم نقدر نركز، فرجاء موالي برج الجوزاء يلي عنده شغل مهم الخميس جمعه والسبت فتره وجود القمر في برج الثور كونوا منتبهين بشغلكم بعملكم بكلامكم، كونوا دقيقين خاصه مطرح ما الدقه مطلوبه، التاخير الـ 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 الغلط الالتباسات كله والاعطال كله معقول. السبت 1:10 بعد ظهر توقيت بيروت احلى فتره بيوصل القمر لبرجكم، بيستمر كل يوم الاحد، هيدي هي الفتره الانجح الافضل والاكثر مساعده لكم، طبعا عندكم الثلاثه والاربعه ايضا. مع القمر ببرجكم حضروا حالكم لتغييرات كثير كبيره او فرص حلوه بتدق بابكم وتقدم، عوده التقدم بعملكم بشغلكم وبدرسكم. الأكثر حظاً 8 بسبب تأثيرات الزهرة، 28 أيار مايو حتى 4 حزيران يونيو. بتمنى لكم أسبوع حلو، إلى اللقاء، باي باي.